بسم الله الرحمن الرحيم. معكم هشام الزبيري، منظم التظاهرة الرياضية في رياضة كيك بوكسينغ ورئيس جمعية تيم الزبيري سبور لرياضة الكيك بوكسينغ والمويتاي. الدوري هذا منظم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لرياضة الكيك بوكسينغ والمويتاي، كذلك وبتنسيق مع عصبة تدلور ديغا لرياضة الكيك بوكسينغ والمويتاي، وبدعم من مجلس بلدي لمدينة حد السوالم، وكذلك شركة الإتقان وبليكيس. وكذلك الشكر لكل الأبطال السهرين على الجهة الخصم الأخرى للمنجر رشد الناسون والرسول رشد شريط حتى سؤال إلى رئيس جمعية جيل مسلم جمهور الحاضر معنا في هذه ليلة الأبطال أخويا عبد الجواد وشكر ناسون للصحفي الممتع التي يطلع دوننا بتعليقه الممتاز. السلام عليكم، معك شيماء ابو القاسمي بطلة العرب في رياضة الكيوان وبطلة المغرب 5 مرات على التوالي. كنت نتمي لجمعية التين الزبيري اللي كشرف عليها المدرب ورئيس جمعية التين الزبيري هشام الزبيري. من هذا المنبر كنوجه لي الشكر تحية اللي هو الأستاذ ديالي، هو اللي يعني قام زعما بتكوين البطلة شيماء. والحمد لله ليلة الأبطال هي كتعرف دابا النسخة الخامسة ديالها من تنظيم أستاذ هشام الزبيري اللي كيحاول كل عام ينظمها، ومن هذا المنبر كنوجه لي الشكر. ويعني ليله الابطال هي يعني جاءت بعد الاستاذ ديالي هشام الزبيري، وكان تنظيم في المستوى باستضافه الابطال المغاربه من جميع المدن المغربيه.